سيدنا محمد بيقول على ربنا إن الله جميل يحب الجمال، ففي كل فعل رباني بيظهر جمال ربنا، في النعمة الحلوة بيظهر جمال ربنا، وفي البلاء بتظهر معية ربنا عشان يلطف عنك شدة البلاء، وده من جمال ربنا سبحانه وتعالى. ولاد الحلال اللي بيقفوا في طريقك ده من جمال ربنا، إن ربنا كان جنبك عن طريق ولاد الحلال اللي نصحوك ولا ساعدوك. عشان كده الإنسان لما بيكون دايماً حاسس إن هو يائس من رحمة ربنا وربنا خلاص مش عايزه، بيشوف النعمة كأن ربنا عجل له خلاص في الدنيا كل واشرب وفي الآخر هتتشوي، والبلاء ربنا بينتقم مني، فيغيب لطف الله في البلاء ويغيب أنس الله ومعية ربنا في النعمة، فيغيب الجمال الرباني، فالإنسان يبقى عايش بيتنفس من خرم إبرة لأنه مش حاسس إن الله معاه.